وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس الشورى سعادة السيد أحمد الحداد. مساء الخير أستاذ أحمد. وفي البداية يعني اليوم كيف تقرأ نجاح التجربة البرلمانية في مملكة البحرين؟ مساء النور ومساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. طبعا كما ذكر التقرير بأن الميثاق كان انطلاقا لهذه العملية المباركة بالنسبة للمسيرة الديمقراطية الخيرة التي دشنها صاحب الجلالة الملك مفتدح حفظه الله، وهذا ليس بغريب عن جلالته، فهو دائما يحاول أن تكون للبحرين مكانة خاصة سواء داخليا أو على المستوى الدولي. طبعا 24 نوفمبر 2018 سوف يكون هناك الانتخابات للدور التشريعي الخامس، وطبعا بدأ المترشحون والمترشحات للإعداد لهذا العرس البحريني المتميز إن شاء الله. طبعا المترشحون هناك الآن دورات مكثفة لهم يقوم بها أهل معهد البحرين التنمية السياسية في هذا الشأن، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة. فهذان الصرحان الكبيران مملكة البحرين يقومان بعمل جبار لإعداد وتأهيل المترشحين للانتخابات، كما أن هناك جهات أخرى مميزة تقوم بتأهيل المواطنين وتمكينهم من أن يصوتوا ويدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات نوفمبر. ومن هذه المؤسسات طبعا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فهي تقوم بإعداد المواطنين وتعريف حقوقهم السياسية والدستورية والاقتصادية والانتخابية، كما أن المجتمع المدني بجميع مؤسساته يقوم بنفس الشيء. ونحن نلاحظ خلال الصحف العربية الصادرة في البحرين بأن كل الصحف تقوم بتخصيص صفحة كاملة عن الانتخابات في البحرين، وهذا طبعا يعتبر شيء جيد ويصب في تعزيز المسيرة الديمقراطية الرائدة لمملكة البحرين. نعم أستاذ أحمد، استطاعت السلطة التنفيذية حقيقة والتشريعية في مملكة البحرين التعاون في مفاصل عديدة من التجربة الديمقراطية، كيف وجدتم ذلك؟ طبعا بدون شك يعني خلال نتكلم عن الفصل التشريعي الرابع كان هناك تعاون وثيق بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جميع مراحل المشاريع، سواء كانت هناك مشاريع قوانين أو اقتراحات قانونية وغيرها، وكان هناك نوع من التواصل الجيد بين أعضاء مجلس الشورى والنواب، وهذا طبعا بدون شك ساهم في إنجاح العملية الديمقراطية التي تشهدها البحرين وتقدرها الجهات الخارجية. نعم. في هذا الشأن. نعم، عضو مجلس الشورى سعادة السيد أحمد الحداد، شكرا جزيلا لك.